مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شو شباب. موضوع حلقتنا اليوم عن الصحة والرياضة، وزي ما عودناكم مواضيعنا بنتناولها من جانب مختلف تماما، جانب بيضيء لنا النور وبنشوف نقاط مهمة فيه. ما حنطول عليكم كثير، نشوف معاكم عناوين حلقتنا لهذا اليوم. هل الرياضة موضة أم عادة صحية؟ حافظات الماء والأدوات الرياضية المستحدثة، الديتوكس وماذا يخفي لنا، النحافة والسمنة والرابط بينهما. بعد ما شفنا عناويننا، خلينا نقول في كل فترة تظهر أشياء جديدة يعتبرها المجتمع إنها موضة وإنها لازم تتعمل، وشي جديد وكل الناس بتجربه، وفي اللي يعجبه ويكمل فيه، وفي اللي ما يعجبه وما يكمل فيه. من ضمن هذه الأشياء الرياضة زي الجري والكورة والباسكتبول والكثير الكثير من الرياضات المختلفة. رياضتين اليوم حنتكلم عنها ونوجه كلامنا للشباب والشابات. أول حاجة حنتكلم عن كرة القدم، وعندنا خبر بيقول أنه في فريق كرة للسيدات فاز بكأس العالم، وبالمقابل فريق ولد البنات تقابل مع فريق آخر أسود الرجال وكسب فريق الأسود 4-0. بنهاية فقرتنا الأولى نحث شبابنا وشاباتنا على المحافظة على لياقتهم والاهتمام بالرياضات الأخرى زي اليوغا اللي بتساعد على الاسترخاء وإنقاص الوزن وضبط النفس والتخفيف من ضغط الدم وتقليل من ضربات القلب. في الأونة الأخيرة انتشرت نوادي مدربين ومدربات لليوغا بشتى وسائلها. وبالنسبة للجرين لايت زي ما عودناكم عليه في فقرتنا لليوم، حيكون عن رياضة الدراجات الهوائية. المتطوعين والمتطوعات اللي مثلوا بلادهم من جميع أنحاء العالم في فعالية للتعريف بمرض الساد الماء الأبيض للعين، واللي بينطلقوا فيه من لندن إلى ألمانيا عن طريق الدراجات الهوائية. ومع الانتشار العالي والاهتمام بالرياضة، ما يغيب عننا نتكلم عن أدوات الرياضة واللي من أهمها حافظات الماء واللي بتسمى الزمزميات بأشكالها وأنواعها المختلفة. خلينا نشوف في تقريرنا الجاي معلومات أكثر عنها وعن الأدوات الرياضية المستحدثة. Similar to a fitness tracker, H2O Pal is a hydration tracker that works with your water bottle. It makes your life easier by helping you drink water so you can stay energetic and productive at your work and at home. H2O Pal uses a specialized sensor that seamlessly syncs with your smartphone every time you take a drink. From stats to gamification, it gives you the right tools to keep track of your progress. When you achieve your goals, H2O Pal will let you know and keep you motivated to stay healthy and hydrated. So don't get headaches, don't be tired, and stop taking in calories if what you really need is water. Use H2O Pal to keep your focus and have the energy to take on the challenges life throws at you. Start a healthier life. ورجعنا لكم بعد التقرير مشاهدين الكرام، بنذكركم بسؤال حلقتنا اليوم على السوشيال ميديا، وهو هل من الممكن أن تكون النحافة أو السمنة الزائدة جزءا من الجمال مستقبلا؟ شاركونا على إجاباتكم على التويتر والإنستغرام، وفي نهاية الحلقة حنستعرضها. خلينا نشوف. يقال أن الديتوكس هو نوع من أنواع الحمية، وهو أيضا جزءا من الجمال. لنتعرف عليه أكثر عن قلب من خلال التقرير القادم عن الديتوكس. عشان نكمل حديثنا عن الديتوكس، معانا الآن مداخلة صوتية دكتورة وفاء منى الوفائي، أخصائية التجميل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتورة منى، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. أهلا وسهلا. حابين نسأل أو نتعرف أكثر إيش هو الديتوكس وما هو تأثيره على جسم الإنسان؟
الديتوكس هو مشروب ينقي الدم والجسم، بمعنى ان احنا بنشرب حاجات معينة او مزيج او خليط معين من الاعشاب او من الفاكهة، بنمزجهم مع بعض، بنشربهم لمدة 3 ايام، وبالتبعية جسمنا هينزل السموم اللي موجودة فيه، وهيخلي صحتنا وبشرتنا ومعدتنا والدنيا هتبقى احلى معانا. لو بنتكلم على الاعشاب او على الفاكهة، احنا ممكن نعمل تفاح الاخضر مع الليمون مع البرتقال مع المية، بنسيبهم منقوعين ونشربهم لمدة 3 ايام. نشرب المية، يعني هو هذا الفاكهة بتكون متقطعة حلقات وبتفضل في المية. طيب. او بنتكلم على الاعشاب، ممكن نعمل نعناع مع ليمون مع ريحان. يعني طيب، هل مدى تأثير فعالية الجسم او بشكل اخر، هل الديتوكس يستخدم، معنى كلامك هل انه هو يستخدم كعلاج؟ بالفعل هو علاج لتنقية الدم والجسم والامعاء، وبيستخدم كحمية او فقط للتنظيف وتنقية الجسم؟ جزء منه بنستخدمه كحمية لانه بيساعد على حرق الدهون، لما بنكرر العملية دي اسبوعيا بيساعد على حرق الدهون، لان انت بهذه الطريقة مش بتاكلي، يعني بتشربي مية بالاكتر، 3 انواع من الاعشاب او 3 انواع من الفاكهة، فبيخسسك، وفي نفس الوقت برضو كعلاج لتنقية الدم وتنقية الامعاء وتنقية القلب. أكيد. شكرا لك دكتورة منى على معلوماتك الصحية والقيمة اللي أضفتيها لنا. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. في ظل حديثنا عن السمنة والنحافة، نعرف عن قرب السمنة، وهي أن يكون نسبة كتلة جسم الإنسان أكبر من 30 أو تساوي 30، والنحافة هي عندما يكون مؤشر كتلة جسم الإنسان أقل من 18.5. وعشان نتكلم أكثر فيما يخص النحافة الزائدة، نستقبل معنا في الاستوديو دكتورة مارفل نيكولا، أخصائية التغذية. أهلا وسهلا دكتورة مارفل. أغلب الناس بتعرف أنه السمنة لها أسباب، بس هل للنحافة أسباب؟ أكيد طبعا. بنعتمد من الأول، بنروح بنتابع دكتور غير صحي بالمرة. عندنا برضو ممكن تيجي بسبب الوراثة، أو بتنقل لنا أنواع السرطان بأشكالها وبأنواعها، الغدة الدرقية. كمان عندنا مستمر على طول حالة الاكتئاب. طيب، وبالنسبة لكيفية الوقاية أو أعراض النحافة اللي بتظهر على جسم الإنسان في أو لمن بيكون خلاص وصل لمرحلة النحافة الزائدة، بيكون دايما في سكوت شعر، سواد تحت العين باستمرار، الجسم تملي ضعيف، يعني ما بيقدرش يعمل حركة زيادة، دوخة، صداع مستمر، كمان ممكن جفاف تام في الجسم. طيب، كيف ممكن يقي الإنسان نفسه من النحافة؟ يعني ممكن يستشير دكتور، بس دكتور غذائي صحي يمشي على برنامج غذاء سليم، يعلمه زي يأكل طبعا الفاكهة الخضار، السلطات بأنواعها. لو عندنا طفل مثلا الشهية عنده مقفولة، ممكن بنلجأ للطريقة الأدوية فتح الشهية، بتكون متوفرة في جميع المحلات، بتكون بالأطعمة بقى المختلفة اللي بتناسب الطفل، سواء إذا كانت بالفاكهة أو بالخضار. طيب، هل في أمراض بتكون تابعة للنحافة؟ أكيد طبعا في أمراض تابعة للنحافة، وهي هشاشة في الجسم، يعني أقل خبطة ممكن تؤدي للكسور في الجسم، زهايمر، يعني الزهايمر تملي، بننسى، ما بنقدرش نستوعب الحاجة بشكل سليم، والتركيز كمان بيقل. وبهنا نكون وصلنا نهاية فقرتي معاك. أشكرك دكتورة مارفل نبيل، مش مارفل نيكولا، شكرا لك، يعطيكي ألف عافية. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم جدا،
تصبحوا على خير ولكم مني أطيب التحيات.